بالمناسبة للي ما يعرفش، حجم المي اللي بتنزل على الهضبة الأثيوبية 900 مليار متر مي في السنة. 900 مليار متر مي. حجم المي المتجددة اللي بتنزل على الأبار الأثيوبية 40 مليار متر مية في السنة. 40 مليار متر مية. أنا عايز أقول لكم إن المية اللي بتجيلنا دي إحنا والسودان لا تساوي 10% من المية اللي بتسقط على الهضبة الأثيوبية. أنا بقول الكلام دوت عشان برضو يمكن يكون محتاجين إن إحنا نفكر بعضنا بالموضوع. إذا ما نحتاج من في هذا الموضوع هو الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد، يراعي شواغلنا، وأيضا يبقى يفتح باب للتنمية والتعاون فيما بيننا في مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية، مش بس حتى دول الحوض. ده فيما يخص هذا الموضوع. موضوع التأشيرة، يعني تأشيرة موحدة للدول الأفريقية. احنا أثناء وجودنا في رئاسة الاتحاد الأفريقي كل الشواغل اللي كانت موجودة كنا حريصين على ان احنا نتحرك فيها، وكلمنا على البنية الأساسية القارية وعلى الـ يعني الـ الاتفاق اللي هو اتفاقية التجارة الحرة الإطارية، وان دي دخلنا في شأن تاني، واي موضوعات اخرى زي الموضوع اللي بيطرح ده هو طبعا موضوع متقدم قوي، لان طبعا النظم والآليات اللي موجودة في دول الاتحاد الأوروبي تقدر تيسر هذا الأمر بشكل كبير. احنا ما عندناش يعني ما عندناش أبدا ملاحظات أو رفض لأي شكل من أشكال تطوير التعاون مع أشقائنا في إفريقيا.